اسمح لنا سيدي الكريم أن نخطر مشاهدينا بأن الصور التي نشاهدها الآن هي لوصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصوله إلى مطار المنامة، حيث يستقبل ويجري المراسم المعهودة عند وصول القادة، ثم يشارك زملائه من القادة العرب في قمتهم العادية 33 التي تعقد للمرة الأولى في مملكة البحرين في قصر الصخير في المملكة مملكة البحرين. إذن ما نتابعه الآن هو هذا السلام البروتوكولي الذي يحدث بين ولي العهد السعودي وبين كبار مستقبليه الذين اصطفوا لاستقباله. نعم، وستكون كلمة ولي العهد السعودي باعتباره ممثلا للمملكة العربية السعودية أول المتحدثين بعد التئام هذه الجلسة، الجلسة الأولى لهذه القمة 33 التي تستضيفها المنامة، باعتبار المملكة العربية السعودية كانت صاحبة الرئاسة في الدورة العادية السابقة 32 القمة العربية. ويشار أيضا في إطار عملية الحصر والتقاط مشاهد الاستقبال والوصول لولي العهد السعودي بأن نصيب المملكة العربية السعودية من استضافات هذه القمة كان بخمس قمم. كانت أول قمة استضافتها المملكة العربية السعودية في عام 1976، وكانت من القمم الطارئة التي رسختها القمة العربية أو جامعة الدول العربية. وآخر قمة التي أشرنا إليها سلفا هي القمة التي عقدت في العام الماضي في عام 2023. إذن نقلنا لكم على الهواء مباشرة مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المنامة.